السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم احنا في مدرسة توميني جنجواني، مدرسة توميني جنجواني في الابتدائية في منطقة اسمها جراشا في جنوب كينيا، ومعنا الأستاذ ألفونسو اللي هو قدامنا، هو نائب المدير المدرسة ده. وزي ما احنا شايفين ده أحد الفصول الدراسية اللي احنا شايفينه كده، مبني بيسع لحوالي 60 أو 70 طالب يقعدوا هنا، في أكتر من 220-230 طالب في المدرسة الابتدائية دي. والأستاذ ألفونسو اللي بنتكلم معاه دلوقتي بيقول إنهم محتاجين لو فصول كثيرة يبنوها علشان يعلموا الأطفال دي بعض المواد اللي بيعلموها لهم، اللي هي الكلمات، الارقام دي، السبوره بتفكرنا بايام زمان، السبوره القديمه كلها. الفصل مبني من الطين ومبني من العروق الخشب دي كلها، والستين طالب بيقعدوا على الدكك دي، بعضهم بيقعدوا على الارض، بعضهم بيقعدوا على الكراسي، وبعضهم بيقعدوا على الدكه. ده مستوى الاطفال هنا، هو مستوى التعليم هنا هو، وبيحتاجوا زي ما احنا شايفين الاشياء اللي احنا في بلادنا بنحاول اننا نقول انها يعني نكون ضجرين منها ومتأففين منها. شوف هنا الناس مصرة على انها تتعلم، مصرة على التعليم، مصرة على التعليم بأي شيء انهم يتعلموا. زي ليه؟ فلابد علينا احنا اننا نساعد مثل هؤلاء الناس في كل مكان للشباب. الشباب هنا رسالتنا ليهم ان انتم في بحبوحة كبيرة جدا من العيش في بعض الاماكن كتير اللي انتم عايشين فيها، لكن إن أردنا أن نأتي هنا بعد ما سافرنا قرابة 4 ساعات بالعربية، وفي عربية دفع رباعي، والعربية مشي بينا هذه الرحلة الشاقة القاتلة المؤلمة، وصلنا لمدرسة من هذه المدارس التي تحتاج العون منكم. يكلف الفصل هنا من 8000 ل 10000 دولار. جزاكم الله خير، ونتمنى لكم حظ سعيد إن شاء الله. كل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.